يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهارده عن السؤال المعتاد اللي دايما بيتسألي على الانستجرام. دعاء: انا عندي فرح ابن خالة ابن عم عمتي، البس له ايه؟ دعاء: انا عندي خطوبة مش عارفة مين، البس ايه؟ السؤال ده دايما بيتسألي، احط ميك اب ايه والبس ايه؟ الفيديو ده سبيشال للناس اللي عندهم مناسبات او عزومات، تمام، لناس مش قريبين منهم قوي، يعني معزومة على فرح حد بعيد عنك، ابن خالتك، ابن عمتك، صاحبتك، اللي هو مش حد بقى اللي هو كده، اللي هو مش قريب منك قوي. فحديكي في الفيديو ده نصيحة شخصية يا جماعة، يعني عادي انت ممكن تغيريها، ما تاخديش بيها، انت حرة، انا بديكوا رأيي الشخصي مش اكتر، انك لو عندك مناسبة زي دي تحط لها ميك اب ايه. وهديكوا في اخر الفيديو اقتراحات للبس، ليه لبس تلبسيه مناسب للمناسبات وما يكونش اوفر، لان مش شرط خالص خالص اني عشان رايحة فرح البس سواري، خالص مش شرط اطلاقا. بدال الشخص مش قريب منك قوي قوي قوي، ملوش لازمه السواري، ملوش لازمه الببرق واللمعه والديل الطويل والمنفوش، اوفر الصراحه قوي، اوفر قوي يعني من وجهه نظري، برضو انت حره اكيد. بصوا، هي دي الفكره بتاعت الفيديو، ان احنا النهارده هنعمل ميك اب لوك ناعم مناسب لمناسبه تروحي تحضري بيه فرح، وكمان اديكي سامبلز اللبس مناسبه ان انت تحضري بيها افراح او مناسبات من غير ما يكون شكلك اوفر او الشخص ده مش قريب منك. رغيت كتير قوي في مقدمه الفيديو، يلا بينا على طول نبتدي. ما تنسوش قبل ما نبتدي الفيديو ان تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعت الفلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستغرام، ويلا بينا على طول نبتدي. اول حاجه هستخدم السبراي ده، انا جبته من عند شي ان، مكتوب عليه ميك اب سبراي هايدريت سكين، ده فيه شويه لمعه، يفضل لو هتستخدميه او هتجيبيه استخدميه قبل الميك اب مش في الفاينل لوك، يعني عشان ما يديلكيش شكل جليتر، لما تحطيه الاول هيدي بشرتك جلو من تحت الميك اب. هستخدم الزيت ده من عند بيكسي، هو زيت برايمر بيرطب البشره، ودي الحاجه اللي انا محتاجاها ان بشرتي تكون مترطبه حلوه قوي عشان الميك اب ما يبقاش شكله وحش عليها. استخدم النهارده 2 فاونديشن، واحد من عند ماك اسمه ستيديو فيكس فلود، ده فيه اس بي اف 15 بس مش بيبان قوي، يعني درجتي فيه ان سي 17، وهستخدم كمان معاه الفاونديشن بتاع سيكترا، ده ووتر بروف، درجتي فيه اسمها باتر. بتاع سيكترا لوحده على بشرتي بينشف لي بشرتي شويه، فبخلطه شويه مع ماك. هاخد 1 بامب فاونديشن ماك يا جماعه، مش لكل انواع البشره، انا بشوفه مناسب اكتر للبنات اللي بشرتها جافه مختلطه مايله للجفاف وثباته مش قد كده، فلازم تخلطيه مع حاجه يعني، فما تخيلوش ان هو عشان ماك وكده فثباته يبقى واو، لا خالص. مش ضروري خالص ان الفاونديشن بتاعك يكون في المناسبات فول كفرج، يعني مش حاجه ضروريه خالص، لك مش العروسه عشان تبقي مغطيه كل العيوب، الكاميرا مش هتبقى لازقه فيك انت طول اليوم، فاهمه قصدي؟ بعد كده هاخد الكنسيلر ده من عند جوفيز بليس، ده درجته 17، وكنت استخدمته لكم الفيديو اللي فات، كان غامق عليا، حبيته قوي ككوريكتور، فهحطه بس على الاماكن الغامقه اللي عندي، لان انا الفتره دي النوم خاصمني فعليا فعليا، ما بنامش. وبعد كده هستخدم الكنسيلر بتاع لوريال اللي هو مور ذان كنسيلر، وافتح بيه بقى تحت العين بعد ما خلاص كنسلنا اللون الغامق. بعد كده هستخدم اللوس باودر دي من عند اوفيس، هي لونها اصفر شويه، اسمها بنانا لوس باودر، رقمها P01. بعد كده يا حلوين للبرونزر، هستخدم البرونزر ده بتاع نود، ده درجته 02، الدرجه دي حلوه جدا جدا جدا، وهتليق على اغلب الوان البشره ما عدا البنوته الفاتحه قوي، يعني انت لو بيضه قوي مش هتظبط معاكي، بس كل درجات القمحويات لغايه القمحي الغامق قوي هتلاقيه تحفه معاكي. بعد كده هاخد الكومباكت باودر بتاعت نود، دي درجتها 01 بيج، الدرجه دي على اصفر بس فعليا حلوه جدا، يعني ممكن تجيبيها اصلا كباودر تثبتي بيها او تستخدميها از كومباكت باودر ان انت تنضفي بيها، في الحالتين تحفه. اما تيجي تستخدميها كتثبيت عادي استخدميها في فرشه، لكن لو هتستخدميها كتنظيف استخدميها بسبونج. اوكي، مش هشيل الباودر، هفضل سايباها كده على الانف عشان تحدد لي الكونتور قوي، زي ما انتم شايفين اصلا شكل الانف صغير جدا، فسيبوها كده تعمل بيكنج المكان ده عشان يفضل منور وشكل الانف يبان ان هو متحدد وحلو. نيجي بعد كده لرسم الحواجب، انا جبت منتج لرسم الحواجب ولا نسيت؟ شكلي نسيت،
هقوم اجيب حاجة ارسم بيها حواجب. النهاردة هستخدم قلم الحواجب ده بتاع شي جلام، وده الاديشن الجديد. كانوا الاول منزلين قلم عادي بيتلف كده وبيطلع منه قلم، المرة دي منزلين قلم وقلم تاني اللي هو الفلماستر، يعني منزلين القلم اللي هو السن بتاعه زي الالوان الفلماستر بس رفيع قوي عشان ترسمي بيه الشعر شعر من قدام ويبان شكلهم طبيعي، والناحية دي اللي هي القلم العادي اللي هو نزل في اول اديشن اللي هو بتاع ده الاوتوماتيك. فيلا خلينا النهاردة نستخدم القلم ده لأول مرة. الدرجة بتاعت ده ايه يا دعاء؟ مش مكتوب بس انا تقريبا جبت دارك براون حاجة كده، يعني لون غامق لان انا بقيت احب كده. اوكي حبايبي القلم كده زي ما انتوا شايفين، ولا احلى ولا اروع. انا عندي بقى ايه الحاجب ده اللي هو ده من قدام فاضي، يعني ما عنديش فيه كام شعراية اللي طايرين مثلا زي الحاجب ده، فهرسمهم بالسن التاني. يا رب يكون باين لكم في الفيديو شكله في الشعرة شعرة. وكمان هحضر جفن عيني للآي شادو لأن النهاردة هنستخدم باليت آي شادو جديدة. اكسايتد جدا ان انا اجربها، يعني بصوا الحماس من هنا لبكرة الصبح. الحماس ده اصلا شغال بقاله شهر على ما وصلت لي، يعني لان انا جايالي من برا لان هي ما كانتش موجودة في مصر. وطبعا بما اني دعاء مسطولة هانم نسيت استخدم مسكرة حواجب، فهستخدم مسكرة الحواجب دي بتاعة بنفيت اللي هي الشفافة. اوكي حلوين النهاردة هنستخدم باليت اي شادو جديدة، انا اكسايتد جدا ان انا استخدمها، وهي الباليت دي من عند انجلوت. دي تعاون انجلوت مع مي ابراهيم اسمها فلاور ستوديو، هي عاملة كولكشن كامل معاهم ارواج وباليتات اي شادو، بس انا الباليت دي شدتني جدا عشان الالوان اللي فيها. يعني لو انت بتحبي البينكات هتلاقي، بتحبي بنيات هتلاقي، حابة تدخلي كده بوب اوف كولر اللون الاورنج او اللون الفوشيا تمام. فالباليت الصراحه ساعه عمليه قوي واستخدام يومي ومناسبات هتبقى جامده جدا. فالمفروض ان احنا من الباليت دي هنطلع النهارده ميك اب لوك مناسب لاي لبس تلبسيه. حلوه الدخله دي، يلا خلينا نبتدي. دي اول مره استخدم الباليت، فعليا اول لمسه فرشه فيها، انا حتى ما عملتش سواتشز ليها. اول لون هناخده ايه؟ ممكن اخد اللون ده مثلا اسمه ورده، اسمه حلو قوي. اوكي واحطه هنا. ان شاء الله الالوان بيجمنت قوي قوي، اكيد شايفين. اعمل لكم النهارده ميك اب لوك بيليق على اغلب العيون، عملناه مليون مره قبل كده بس خلينا نعيده مره كمان بحيث اما تيأسي وتكوني مش عارفه تعملي شكل العين بالاي شادو ازاي. عينيكي بقى معلش يعني عينيكي مبطنه، عينيكي مش عارفه ايه، هتليق معاكي الميك اب لوك ده على اي حاجه. طبعا مع اختلاف الالوان، الالوان الانتقاليه معروفه كلنا عارفينها، الوان بتبقى زي مثلا اللون ده ينفع يبقى انتقالي، اللون ده ينفع يبقى انتقالي، الالوان دي ما ينفعش خالص انها تبقى انتقاليه. شايفين ممكن ده يبقى انتقالي بس في ميك اب لوكس يعني شويه مفرقعه. يعني بعد كده هاخد فرشه بلندنج صغيره وهاخد اللون البني ده. ليه بقى؟ عشان اعمل كريز وهميه، او ان انا ادي كده كسره العين بتاعتي عمق اكتر فتبان عيني مفتوحه اكتر، فهحطه في المكان اللي فيه كسره العين. لا الالوان حلوه قوي 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 وبيجمنت، انت مش محتاجه اصلا تلمسي الباليت كتير. اوكي هركز اللون في الحته دي بحيث ان هو ياخد لي كسره العين بتاعتي لجوه فيدي عيني عمق اكتر. هاخد اللون ده اللي اسمه زهرات اللي هي الوردات الصغيره دي. هو الالوان كلها ليها علاقه بالوان الزرع او حاجه كده، يعني حتى في لون هنا اسمه لوتس. فيلا اللون حلو قوي، يا رب يكون يطلع على العين نفس الشكل. هاخد بقى اللون ده واحطه في اخر العين من هنا، هو لونه موف كده. كل اللي عمال شايفينه بروح واجي كده كاني بعمل خط ايلاينر مموه. بعد كده هرجع اخد الفرشه الصغيره اللي انا حطيت بيها اللون في كسره العين، وهرجع اخد نفس اللون البني وشايفين من غير دمج ولا بتنجان اهو، احط اللون البني ورا البرجندي على طول. بعد كده هرجع اخد نقطه من اللون ده على نقطه من اللون ده، شايفين البني واللون البرجندي، واجي بقى تحت العين وببمبرش واموهه كده. اوكي حبايبي كده
الباليت دون، الالوان بتاعتها حلوه جدا، بيجمنت جدا زي ما انتم شايفين، والالوان ناعمه تنفع يومي وتنفع مناسبات. يعني انا بالنسبه لي دي تمام. هنستخدم بعد كده بقى لون اي شادو بيلمع. تقدري تسيبي عينك كده من غير لون بيلمع، تحطي لون بيج وخلاص، او لون مثلا اللي هو البيج اللي شويه داخل على بينك خفيف ده، او ما تحطيش اي حاجه خالص as you like. انا النهارده هستخدم حاجه انا متحمسه استخدمها لها وهي البيجمنت ده او شيمر ناعم قوي من براند اسمها بيريل او بير، لا بيرل، بيرل اللي هو اللؤلؤ، تمام. هي الصراحه بعتت لي كميه مهوله، هحط لكم صوره للبوكس، نفسي اطلعها لكم والله، بس كميات مهوله من الحاجات دي، جليتر وشيمر وكمان الوان بيجمنت يترسم بيها ايلاينر ملون، فمش قادره اقول لكم عامله ازاي. فالنهارده هنستخدمها اول استخدام، وانا متاكده ان هو جامد لان انا عملت له سواتشز. هاخد رشه كده من السبراي. واو واو، يعني بصوا بصوا نور في ايديا ازاي، خطير. وابدا اتاب كده، تهيألي مش شايفين النور اللي ضرب فوق فجاه، وهرجع بعد كده اخفه بصوابعي. الله فظيع فظيع، عايزه اقول لكم على الدرجه دي قبل ما انسى. درجته بصوا مكتوب عليه كده من ورا عشان لو هتطلبوه، شيمر بيجمنت 14، رقمه 14، وده اللون بتاعه ناعم ناعم موت. ده انا كده ورجعت خفيته بصباعي، ده هو اصلا اقوى من كده بمراحل. بعد كده هستخدم القلم النود ده من عند رامير. تقدري تستخدمي قلم اسود، قلم بني اللي تحبيه، بس انا افضل ان عينيا تكون مفتوحه او باينه انها واسعه على ان انا احط كحلي. يعني بعد كده هاخد نفس الباودر بتاعه نوت بسبونج كده برده مثلثه، وابدا اظبط خط الاي شادو. يا رب تكونوا شايفين، وشايفين اصلا الباودر بتنظف ازاي كده، بحيث بس يبقى شكله ناعم ما يبانش ان في باودر مرمي او لون الاي شادو مرمي تحت كده، شايفين. نيجي بعد كده للايلاينر. هستخدم الايلاينر ده بتاع ال اي جيرل اسمه فاين لاين، وهو لونه اسود وسواده تحفه. هحط لكم طبعا اي صفحه انا جايبه منها اي منتج تحت في الديسكربشن بوكس، واللي معيش الصفحه بتاعته هكتب لكم اسمه بس. فيلا خلينا نستخدم الايلاينر. طبعا دي خطوه يعني بصوا يعني غير ضروريه للي مش حاببها. انا عموما من غير ايلاينر بحس ان عيني قد كده، فلازم ايلاينر لانه بحسه بيفرد لي عينيا. لو انت مش حابه اوكي، اصلا سحبه العين بالاي شادو هتبين عينيكي انها مسحوبه. وده حلوين بعد ما خلاص رسمت الايلاينر. زي ما انتم شايفين انا لازم ايلاينر، عيني بتبقى قد كده من غير ايلاينر. دلوقتي هحط الرموش، هستخدم الرمش ده مكتوب عليه 3D 246، ده شكله شايفين مفرق كده، فهيخلي العين شكلها جذاب قوي، وفي نفس الوقت ايه شكله ناعم على العين، يعني مش هتحسوا ان في حاجه تقيله جوه عينيكم. مش هركب الرمش معاكم عشان انا عارفه ان هو في المناسبات بيبقى عقدتنا. ده شكل الرمش العادي يا جماعه، فين المقص؟ اول حاجه ده رمش اللي هيتحط في العين دي، تمام. اول حاجه بيبقى فيه حته بلاستيك زياده كده تقصوها، ده مبدئيا كده من غير اي كلام. ليه؟ عشان ما تشككيش جوه عينيكي. مش عارفه ليه بقطع في الكلام. بعد كده ابدا احط الرمش من بدايه الرموش بتاعتي، واشوفه محتاج يتشال منه قد ايه. محتاج يتشال منه حته قد كده، فيلا خليني اشيلها. I think ان هو كده بقى تمام. نيجي بعد كده للزق الرموش. بصوا من غير لف ودوران انا جربت لزق الرموش كتير، ما لقيتش اجمل من لانيل الصراحه، جامد جدا وبينشف بسرعه، والدنيا مش بتتعقد وانت بتحطيه، يعني فعليا بيساعدك ان انت تركبي الرموش بسهوله. طبعا ارخم حاجه فيه البسبوز اللي هو فيه من فوق ده، لانه بيتسد ومش بينضف بسهوله يعني. فايت اوكي، بطلع من المنتج كده وباخد باي حاجه وابدا احط على الرمش من فوق. مش بيحتاج منك غير بالظبط 15 ثانيه، يعني عديهم 1 2 3 4 5 لغايه 15 وحطي الرمش على طول. اسهل طريقه تحطي بيها الرمش طبعا هو انك تستخدمي الملقاط او تستخدمي ايدك عادي، يعني انا الاثنين بالنسبه لي تمام. ممكن استخدم ايديا الاول والملقاط بس بثبت بيه الجزء اللي قدام، فخليني استخدم ايدي اسهل حاجه. يلا خليني احط الرمش. بجيب مرايه واحطها تحت عينيا بحيث ابقى شايفه خط الرمش من تحت، واروح حاطه الرمش، شايفين؟ والله سبت اهو بكل سهوله، ولا سحر ولا شعوذه. فين الملقط؟ باخد بعد كده الملقط بقى عشان الجزء اللي قدام ايدي مش هطوله، واهو دن. مفيش اسهل من كده في الكون، اهو
سيبت. كل بقى اللي عليكي تعمليه انك تبدأي تمسكي ده طرفه وتضغطيه لجوه عشان ما يبقاش محطوط على الهواء. اهو برضو بنفس الطريقة اهو ثبت طرفه، وبعد كده بالملقاط اثبت الجزء اللي قدام. ركبنا الرموش بكل سهولة، مش هتلاقوا توتوريال تركيب رموش اسهل مني. بعد كده هستخدم المسكرة دي بتاعت لوريال اسمها ميس بيبي رول ميجا فوليوم عشان امسك الرموش الحقيقية بالرموش الفيك. نيجي بعد كده للفلاش، هستخدم الباليت دي من عند عهود كوزماتكس، وده شكل الالوان اللي فيها. لسه مش عارفة الصراحة احط لون ايه، بس عايزة حاجة برضو على بينك وتكون هادية. اللون ده حلو قوي، خليني اوريه لكم. هو اللون ده، ومن نفس البالت بتاعت عهود هاخد درجة الهايلايتر دي برضو واستخدمها. يا لهوي يا لهوي، انا اول مرة استخدم الهايلايتر بتاع عهود. في ايه يا جماعة؟ في انا اتخضيت والله. يا لهوي، لا انا اتخضيت. نيجي بعد كده الليبستيك، احنا الميك اب بتاعنا كله على بنيات وفي سنه روز خفيفه قوي، فانا هحاول الروج يبقى نفس الفايب. فالاول هياخد ليب لاينر من عند ام ام واحدد بيه شفايفي عشان يعمل لها زي كونتور. هو لونه بني وده دايما بحب استخدمه اما عوش شفايفي تبقى باينه. يعني الدرجه دي ايه يا دعاء؟ بي 116. استخدم الاثنين ليبستيك دول برضو من عند عهود، الدرجة دي اسمها فليرت والدرجة دي اسمها سيديوس. تمام، درجة على بني ودرجة على بينك باربي قوي. الاثنين لو عملتلهم ميكس مع بعض يدوني درجة كده بينك كشميري شوية، وهحط بعد كده عليهم ليب جلوس. فيلا، وبعد كده هحط عليه الجلوس ده من عند بيكسي. واخر حاجه هستخدم السبراي ده بتاع ميس روز، مكتوب عليه ميك اب فيكسر ناتشرال الوفيرا ويز فيتامين سي، يعني في صبار وفيتامين سي. فيلا خلينا نشوف هو بيفكس ولا لا، انا اول مره برضه استخدمه. اوكي حبايبي، ده الجزء بتاع الميك اب، وده الميك اب اللي انا كدعاء احطه مثلا لو انا رايحه مناسبه. بالنسبه لي حاطه فيه كل حاجه، عملت كونتورنج، حاطه رموش، حاطه الوان بتلمع، حاطه هايلايتر، حاطه كل اللي انا نفسي فيه، بس شكل الميك اب ناعم. نخش بقى على البارت التاني اللي هو بارت اللبس. هديكوا اوبشن في اللبس تلبسوها وغيروا بقى الالوان زي ما انتم عايزين، بس انا عموما مناسبات بفضل الابيض والاسود والاحمر اكتر حاجه. انتوا بقى زي ما بتحبوا في الالوان، بس فعليا دي الالوان اللي انا بحبها. فننتقل الى الجزء بتاع اللبس. اوكي حبايبي، ده اول اوتفيت انا نقيته وحاساه مناسب قوي للمناسبه. اولا دي جامب سوت انا كنت جايباها من عند شي ان، والكم بتاعها شفاف، فاضطريت ان انا البس من تحتيه توب بكم. هي فيها زي بتاع كده منفوشه من هنا، مش عارفه دي اسمها ايه. حطيت عليها الحزام ده، عليه رسمه شانيل بفصوص كده. تقدروا تلبسوا حزام كله لونه جولد، هيديله برده فخامه اكتر. زي ما انتم شايفين البنطلون بتاعها واسع ومريح وشكله فلافي ومخلي الجسم كده، يعني شكله كده متوازن او شكله ممشوق. لو هلبس حاجه زي كده هلبس عليها طرحه زي دي مثلا، يكون عليها علامات الجولد دي شويه شبه الحزام. ولو لبست شنطه هلبس مثلا عليها شنطه زي دي. برده انا كنت واخداها من عند شي ان وكان سعرها رخيص جدا، فحاساها هتبقى مناسبه قوي للاوتفيت. وهلبس عليها برضو الهيلز دي. طبعا انت حره، اكيد عايز تلبسي فلات تلبسي، عايز تلبسي هيلز البسي، بس اكيد الهيلز هتبقى اجمل واشيك، هتدي الطقم كده شكل حلو. انا بحس ان الهيلز السوداء عامله زي الجوكر كده، هتليق على اي حاجه انت هتلبسيها وتخلي الطقم بتاعك كده ناضق وشكله حلو. فده الاوتفيت. طبعا اكيد ظهر لكم فيديو جنبي هنا وانا لابسه الاوتفيت بشكل كامل، وانتم شايفينه بشكل كامل لان انا حاسه ان انا واخده نص الكادر، فانتم مش شايفيني كويس ومش عارفه البس لكم الهيلز عشان ما اخدش ما اطلعش فوق الكادر كده وما تشوفيش راسي اصلا. نيجي بعد كده حبايبي للجامب سوت دي. الجامب سوت دي برضو انا جبتها من عند شي ان، والصراحه بحسها قطعه تحفه. انت ممكن حتى تفصليها عند اي ترزي ان هو يعمل لك جامب سوت لوحدها كده، لان هي بتيجي جامب سوت كده وبيجي معاها زي سكيرت كده، تقدري انت بقى تغيري في شكلها زي ما انت عايزه، تلبسيها كده في النص از فستان بالشكل ده، او تلبسيها كده
ليه يبقى نص فستان ونص جامب سوت، وفي ناس كتير قوي بتحب الستايل ده، بيبقى شكله كيوت جدا في اللبس. الجامب سوت دي اصلا حتى لونها تحسه مناسب قوي الفرح. انا لبستها في فرح صاحبتي وفعليا كان شكلها حلو قوي قوي قوي، حتى مع اللبس بقى والكعب. اكيد انا حاطه لكم فيديو دلوقتي تشوفوا شكلها فيه، فعليا كانت شيك قوي. كنت لابسه عليها في فرح صاحبتي كعب عالي اللي هي الجزمه الاولانيه، بس انا غيرت لكم ولبست الجزمه دي بما ان الجامب سوت شويه قصيره او البنطلون بتاعها شويه قصير، فلما لفيت الرباط ده على رجلي كان شكلها كيوت قوي. اكيد انتوا شايفين دلوقتي عامله ازاي. واخترت اكيد ان انا البس معاها شنطه لونها اسود. اخترت الشنطه دي برده شكلها كده كلاسيك وناعمه تنفع لفرح، وكمان تكون نفس لون الشوز. انا بفضل قوي ان لو هتلبسي شنطه او اي حاجه تاخديها معاكي الفرح انها تكون نفس لون الشوز. الجامب سوت دي تقدري توديها صورتها عند اي ترزي وهو يعملها لك، ومش هتكلفك اكشلي هدوم كتير. الحاجه الوحيده او الحاجتين اللي ما عجبونيش في الجامب سوت دي، اولا النقشه اللي هنا لو خدتوا بالكم شكلها مش حلو خالص، فممكن انت مثلا لو لابسه طرحه او جبتي الجامب سوت دي تغطيها بالطرحه تبقى اوكي شكلها لطيف. وكمان الفتحه بتاعته من هنا، طبعا الفتحه دي مفتوحه قوي، انا قفلتها من هنا كده بابره او بدبوس عشان يبقى متغطي، لان كل شويه تتفتح وتبين جسمي ولازم تكوني طبعا لابسه حاجه من تحتيها. وبس كده، دي يمكن ده العيبين الوحيدين اللي ما حبيتهمش في الجامب سوت دي. تحبني؟ تحبني قد ايه؟ قد كتير. قد ايه؟ قد الهرم. قد الهرم؟ ماشي. لا لسه ناقصلي شوية وخلاص. لا بس عشان ايه؟ عشان بصور. مينفعش تصوري من غير ما تبقي لابسة؟ لا، ازاي اتصور من غير ما اكون لابسة؟ مينفعش. لا مينفعش. نيجي للفستان اللي بعد كده، وهو الفستان ده زي ما انتم شايفين الكم بتاعه شويه شبه اللبس بتاع الايطاليين زمان، وكمان من تحت كده اللي هو بكسر او بيقولوا عليه بليسي. وشكل الفستان لو تاخدوا بالكم من تحت هو عامل كده، يعني حته طويله من هنا وحته طويله من هنا ونازل كده في زي دايره، بس هي مش باينه قوي، بس انا ببقى شايفاها في المرايه. ده شكل الفستان، والفستان طبعا من غير الحزام ده. القطعه دي برضو انا واخداها من عند شي ان. حسيت بصوا هو الفستان من غير الحزام كده تحسوه عايم كده ومش باين من بعضه، الحزام خلى شويه ان كان في وسط متقسم وعمل زي كيرف للحته دي كده، فخلى الفستان متقسم على جسمي قوي. الكم اللي هنا برده شكله مختلف قوي زي ما انتم شايفين كده، في زي تانيات كده. وده شكل الفستان، حاساه برده زي اي فستان اسود اكيد مناسب جدا لمناسبه. وكمان الجزء اللي فوق ده كان فاضي فحطيت عليه اكسسوري زي دي كده او سلسله بحيث تملى المكان ده. طبعا الفايب بتاع الاسود والابيض يعني سواري، وش سواري، شكله شيك جدا حلو جدا وبيخليكي ليدي فستان. فهي الفكره في كده ان انت ممكن تلبسي فستان بس مش لازم خالص يكون بيبرق وجليتر وبيلمع والحاجات دي كلها. البس فستان واحط عليه بس شويه اكسسوري هيتحول الطقم لسواري. اوكي حلوين، نيجي بعد كده للاوتفيت ده. الاوتفيت ده انا بحبه جدا وغالي على قلبي قوي، حتى باين ابتسامتي اول ما لبسته لان بيحسسني كده ان هو اوتفيت العروسه، عارفين كده بالحاجتين اللي طالعين دول. الفلاوز دي انا عندي منها اللونين الابيض اسود من كتر ما شكلها شيك قوي وحلوه. برده الجيبه دي برده من شي ان، والبلاوز من عند شي ان. دي مخمليه كده يعني مش حاجه لازقه على الجسم، بالعكس فضفاضه ومش ماسكه. الزراير اللي فيها دي شكل بس لكن مش بتتزرر، وليها من هنا كده زي اطار مكشكش فمخلي كان الوسط ملموم كده وشكله حلو. الاوتفيت ده مش عايز بنوته مليانه، عايز بنوته نوعا ما جسمها حلو عشان يبين شكلها او يبين طولها وجسمها. فبس كده، ده الاوتفيت برده اللي من الاوتفيت اللي انا بحبها قوي وتنفع قوي للمناسبه، يعني فعليا هو بيقول انا مناسبه. وطبعا اكيد هيتلبس مع هيلز عشان يبين شكل السكيرت حلو ويبين كده الجسم كانه ممشوق وشكله حلو. ما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه اكتر ابيض واسود عجبكم، لان الاوتفيتس اغلبها ابيض واسود. اوكي يا حلوين، ده اخر اوتفيت، وده بالنسبه لي الجوكر اللي ينفع في كل مناسبه بالنسبه لي. بنطلون القماش عند كل الناس، معاه حته حزام اي حزام مفيش اي مشكله، عليه اي بلوزه من فوق بقى اوتفيت كلاسيك زي ما انتم شايفين. ويا حبه زي بقى لو حطيتي عليه بليزر، تمام. البليزر من القطع اللي بجد بتبقى شيك قوي في الفرح، تلاقوا كده اللي لابسه بليزر وبنطلون وعليه كعب عالي وشنطه صغيره شياكه داخله، ولا جنبها 100 فستان ولا يشغلنا، ايه الشياكه في الحتتين دول؟ فتخيلوا كده شكل البليزر او شكل الاوتفيت كده. ف
فعليا شيك جدا. ايا كان بقى لون البلوزه اللي انت تلبسيها من تحت، احمر، موف، نبيتي، ذهبي، لو لبستيها ساتانات كمان هتبقى جميله قوي، ومن فوقيها عليها بلايزر كده نفس لون البنطلون، شياكه فعليا. فدي الاوتفيتس اللي انا برشحها في الابيض والاسود، لان انا بعشق الابيض والاسود والنبيتي جدا في الافراح. وبس كده يا حلوين، ده الفيديو بتاع النهارده، وده الميك اب بتاع النهارده. زي ما انتم شايفين، على الرغم اني قعدت البس واقلع البس واقلع كتير، بس الميك اب زي ما هو ثابت، شكله حلو جدا. وكمان الاوتفيتس يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش تحت تكتبوا لي في التعليقات ايه اكتر اوتفيت حسيتوا انه شكله حلو عليا. ما تنسوش برده قبل ما تمشوا ان انتوا تعملوا لايك للفيديو اللي انا شقيت فيه. انا قاعده بصور تقريبا من الساعه 11، دلوقتي الساعه 2:30، ففعليا هل كان على اخري. فما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو اللي انا هلكت فيه ده، وكمان تعملوا لي فولو على انستغرام، وتشتركوا في القناه دي والقناه الثانيه بتاعت الفلوجز. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.